اظن بان الاهداف اكيد دائما تكون في اخطاء، ولكن شفنا بان كانت اخطاء بالنسبه لنا في الوقت اللي كنا نتمنى المباراه يكون اكثر متوازن. فبتريح بعض اللاعبين منهم عقال منهم رديوي، لان كنعرفوا بانه لعبنا بحراره مفرطه في ساعتها وكل شيء صعبه. اظن بانه الحمد لله هذه بدايه مختلفه بالنسبه لي، اظن بانه غير يستاهل البدايه ديال هذا السنه ان شاء الله وصول النهائي ديال الكاس، لماذا لا حراره الكاس ان شاء الله غتكون هي اللي غتعطيه واحد شهيه واحد النفس كما تبقى من بدايه البطوله ان شاء الله. شكرا للتوصيل العشرة يمكن التدبير ديالو، لان انا عارف احسن لانه صاب في الكحل ديالو، ما نقدرش نغامر على اللاعب المصاب، ولكن تزيد الاصابات اللي بالغه الضروري بان التدبير من ناحيه الاصابات باش اللاعب ما يزيدش يتصاب، خصوصا مع الارهاق البدني ولا جا في شي لاعب اخر بغا يقدر. وحنا منتصرين في الثاني واحد في 10 دقائق الاخيره، يمكن نختار باللاعب احسن من نضيع لاعب. سي رشيد طوسي، منافسة كأس العرش عرفت مجموعة من المفاجآت في الأدوار الأولى، شنو اللي دار الفرق في المباراة ديالنا؟ اللي دار الفرق هو أنه عيت اللاعبين، قلتلهم بأنه هاد المباريات ماشي سهلة، المباريات صعبين خصوصا وأننا شفتوا لا سوق السير ولا مدينة بجدة الرباطي ولا شباب أطلس نيفرا فريق المغرب التطواني البطل، بالنسبة لي هادو خديتهم كدروس، ولكن باش الفريق يعني ما ينفعش المصيبة ديال استصغار بالخصم، هذا بصفة عامة، ولكن فريق الاتحاد البيضاوي ماشي فريق صغير، فريق كبير بتاريخه، كبير بجمهوره، كبير يعني باللاعبين الكبار اللي لعبوا فريق الاتحاد البيضاوي، واظن بانه دائما كان في فنون ديال فريق الجيش الملكي سواء مباريات بالمكان ولا في الاخر. فاليوم اظن بانه عرفنا بانه ممكن المباراه ما تكون صعبه، واكيد بان بقات هناك نديه وبالتالي حتى الاخر.